طيب مسلسل كوبرا بحبه ايه بقى؟ بحبه قوي. سيبك كل كلميني ما بقى اتكلم اعمل حاجه ولا بصي احس فيه سعاده. ايوه مسلسل كوبرا. انا عارفه كزبره قبل المسلسل من ناس صحابنا، وكزبره هو اللي رشحني. فكره ان احنا لدغين، فكره ان احنا بس ممكن حلوه نعمل ولا اتغرب؟ كوميدي، وفكره ان احنا ممكن نعمل كوميدي. انا بعمل فيديوهات مع تيتا كوميدي، وكزبره طبعا يعني كسر الدنيا في الحريفة وحتى في كوبرا. المشاهد مع كزبرة يا جماعة مش بنضحك ضحك مش طبيعي. ربنا مديله، دايما بقوله كده، الكوميديا بتاعت الفترة بتاعت أستاذ محمد هنيدي. فاكرة الفترة بتاعت والوقت بتاع الناظر، عارفة الأفلام دي؟ اه كزبرة عنده مش الكوميديا الجديدة، الكوميديا دي فوحشت الناس عشان كده بيحبوه، وفكرة ان هو قريب من الناس. اوكي ودي اهم حاجة انا اكتشفتها في الدنيا، ان انت تبقي ممثلة قريبة من الناس، ده اللي هينجحك. فاي حاجة مع كزبرة كنت بحبها، وانا كل مشاهدي مع كزبرة. لما عرفت بقى استاذ محمد امام، لا انت مش فاهمة هو بيساعدنا ازاي وبيسابورت ازاي لا اتبسطت بالتجربة دي جدا، واتبسطت فكرة ان انا اختلفت عن عبير. يعني شخصية مختلفة ده ملهاش علاقة، واكيد طبعا ضافت لك حاجات تانية. ضافت لي. وعايزه اقول على حاجه، ما شاء الله ما شاء الله، الشعبيه بتاعت استاذ محمد امام خطيره اكيد طبعا. خطيره. يعني طيب انا في ما اي بلد يقولوا لي يا غرام، ايه ده؟ كانت تيتا دلوقتي هو كانوا عارفيني فيديوهات التيتا دلوقتي انا غرام. ويام يا جماعة. ايوه ممكن تعرفوني انا كشخص.